يا لهوي يا خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتوب ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المكروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسرسب سرسبة كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا مين شاف ولا مين جه. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهد اللعب، ريح يا شبح ريح، ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخل علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تمت. حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعرستي شوشو بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيب لنا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهات بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحرامية. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم، وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعده عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجاية أبارك وأهني لأختي وحبيبتي فاتن. ألف مبروك يا عروسة، أخيرا اتجوزتي مجدي. إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، والف الف مبروك للعروسين. مين مجد ده يا بيت؟ ده اخويا في الرضاعه. انت جايبه عشان ليلتك ولا رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعه ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت طعمة ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده؟ انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودة. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي؟ ده هما 3 ايام برضو يا شريان استمتعنا. تكفي يا اختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنتي تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر.
طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح ازيك وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انتي، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي بيتك ومطرحك؟ اهلا وسهلا نورتي. ده بيتكم مش كده؟ اه جميل. ودي السفره؟ اه دي السفره ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي اهلا وسهلا تنوري، اعتبري زي بيتك بالظبط. ميرسي ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت؟ ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره وهزعج الكيوته؟ عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه. اصلي مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي اهلا وسهلا نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي ممكن تتنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس ممكن تروحي هناك. Thank you.
فقابلونا يا قوطة. في حاجة؟ هاي هاي باي باي. أنا مش مصدقة أنتوا إزاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. أنت كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين أصلا. شيريهان أنت عاملة إيه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا ما ازعر مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي تعالي كل ده ببساطه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معانه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانيه، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3 ام، ده بتاع سندوتشات بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي ده؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعة ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحتة بيثبت، يا إما موتوسيكل بيثبت، يا إما هو بيثبت، يا إما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن أحلى كمان من بيتزا هات. لا أنا مش عايزة هانش، أنا مش عايزة حاجة. ليه يا ربي كده؟ هو أنا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نظاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شيريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقول لك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. ايوه دي بصه طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده، اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي.
باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن السرما انت وهو؟ خش على جوه خش. لا والله يا بنتي شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجه اعلام ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. خلاص بقى شوشي فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني؟ متلاقيش انا هتصرف. اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي. هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه بس معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه. الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدك وشايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف، ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندياية دي اكلها اديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت قلتها كلها يا معفن. انا بنت مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز. انت معفن يا ابني، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل لك، هات لنا مكان جاي تجيب واحده. يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا هات اي حاجه؟ يلا هات فضه. معيش. طب امال اعمل ايه يا فضه؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا ده هتلاقي معايا. انا تعبانه والله وتعبانه، ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش مش بقول لك ايه؟ اقعد اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده هتفضحنا. استنى استنى يا حاج، يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجه، ما تشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك. بس ما والله شكلك لطيف. بس يا حاج بس يا حاج ايه ده؟ انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده؟ والله متشكرين والله. يعني انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغوله ازاي، بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بس بقى. بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا. طبعا بعمل حاجات كتير. هلفنا ليه؟ ها هلفنا ليه؟ سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عامله؟ Nelly I missed you. It's not me, that's her. Jessie look how sweet she is. صح طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص، يعني احنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي انا عايزه اقول لك حاجه واحده بس، نيلي بالاي مش بالاي. نيلي نيلي قفلت كل سنة.
فجأة في وشوشنا كل اللي ليك ضاع من ايديك وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا ما هي دنيا يوم لك يوم عليك آه لما قربنا عليها وديها راحت كل الأمان اتأجلت والدنيا فعنينا بقى كده لونها باهت دنيتنا فجأة اتبدلت